استاذنا الكبير استاذ محمد. في التوقيت ده وانا كنت بتكلم معاهم على فكره العقليه، دور الشركه المتحده ايضا في هذا الامر مع الاتحادات، ازاي كمان بننمي الامور اللي ليها علاقه بالعقليه دي؟ ودي انا عارف ان حضرتك كمان على المستوى الاحترافي في شغلك انت بتعرف كويس يعني ايه عقليه. ممكن يبقى شخص شاطر جدا في شغله، ممكن يبقى بطل كبير جدا وعظيم، ممكن يبقى مميز جدا في اي شيء، بس العقليه فيها مشاكل بيختصر وقت كبير جدا وبتلاقيه مش موجود معانا في الصوره. ازاي بتتعاملوا مع هذا الامر في بطولات كبيره وعالميه سواء عالميه او محليه بتنظموها، ان انتوا تخليهم يواجهوا خبرات عالميه عندهم عقليه محترفه؟ يعني دلوقتي بقى في الطب النفسي الرياضي ده. أيوة. حاجه في العالم كلها موجوده، واظن مع بعض الابطال المصريين موجودين. الطب النفسي الرياضي ده اللي هو ازاي اللاعب يقدر يواجه البريشر او الضغط وقت الماتشات، التجهيز النفسي للمباريات، التجهيز النفسي في المعسكرات اللي انت قلته له، ازاي تروح تتمرن ولا ما تخرجش مع اصحابك. فكل ده الطب النفسي الرياضي. الدنيا دلوقتي بقت علم صحيح، في بني ادم مؤهل، واظن كل اغلب المنتخبات معاها طب نفسي، وده يمكن وزاره الشباب هي المختصه بهذا مع الاتحادات المعنيه. بس احنا كشركه متحده كل اللي بنحاول نعمله ان كل طلبات منتخبات مصر ايا كانت هي ايه تبقى موجوده بلاعيبتها بمعسكراتها بطلباتهم، حتى لو ملهاش دعوه بالرعايه، ملهاش دعوه باي حاجه. هو شكر للابطال دي، شكر للرجاله والبنات اللي بيمثلونا، لان هو فعلا بيتعبوا، واحنا بنقدر هذا ان احنا لما شايفينهم عن قريب يعني قد ايه المجهود اللي بيعملوه والسفر اللي بيعملوه، واللي بيدرس بره واللي طالع ياخد معسكرات ويرجع. فالموضوع مش سهل انك تقول انت كويس انت نجحت. احنا بالنسبه لي انا او بالنسبه لنا كلهم ناجحين، وكلهم طبعا عملوا اللي عليهم ورفعوا بلدنا. خلونا نقعد نتفرج على الاولمبياد لاخر حب لاخر ايام، هاندبول، كوره، رياضات فرديه، كلهم عملوا اللي عليهم على قد ما ما ما, ما قدرات سمحت، وعلى قد ما ظروف اليوم بتسمح. يعني ممكن اي لاعب من دول يصحى مش يومه. صح، مش يومه. هو صح، بطل العالم، بس هو النهارده مش يومه، بل اي لاعب في العالم. اه، وعارف فن اللي كنت بقوله في البدايه، احنا بنلعب مع ابطال اخرين التانيين زينا برضو. يعني هي منافسه رياضه، وده كمان بيخلينا نروح لسكه انه ازاي نتعلم برضو زي ما احنا بنفرح جدا بالانتصار، نتعلم فكره الهزيمه ادام حسينا اللي قدامنا عمل اللي عليه. يعني في بلد تانية برضو عندها ابطال وعندها مشجعين وبتشجع مشجعينها ولاعبينها هم احسن لاعبين. ايوه، فهم رايحين يلعبوا احسن لاعبين في العالم. يعني بالزبط. مش رايحين يلعبوا ناس مستواهم ضعيف، لا، ده احسن لاعبين في العالم بيلتقوا مع بعض في مكان صحيح عشان صحيح. ياخدوا نخبه احسن لاعبين. صحيح. فلما رياضي يطلع المركز الرابع او الخامس اللي هو رابع، طب ايه؟ خمسه من العالم، هي دي ده مركزه، رابع من العالم. العالم يعني من العالم يا جماعه، خدوا بالكم، العالم، خدوا بالكم الجمله دي، رابع من العالم. صحيح. يعني مش رابع جمهوريه، لا مش رابع هنا، لا رابع عالم. رابع عالم. يعني بتتكلموا في ايه؟ لا فحاجه عظيمه، حاجه تشرف. طيب. يعني.